مي باش تجربتي باس جديدة وكونيكسيون جديدة تمشي للسيرفر اكسبلور، من بعد في الداتا كونيكشن لنا تكليك عليها بالدروات وتعمل كريت نيو اس كيو ال سيرفر داتابيس. لنا مش يقولك شنو اسم السيرفر بار ديفو، فما الاسم هذا نتاع السيرفر، وانت تقع في الاس كيو ال سيرفر اكسبلور تكليك عليها تحل هذه. فوالا فما عندك لي دو سيرفر هذوما، يخدم على الاولاني انت على لوكال، هذا لوكال دي بي انتي سلاش بروجيكت، دونك هذا هو اللي باش نخدم عليه. باه دونك بعد تمشي ترجع للسيرفر كالعادة، تعمل كريت نيو اس كيو ال داتابيز، باه بعد تحط انتر برونتيز لوكال دي بي، voilà سكر بارونتيز تسلاس بروجيكتس، voilà تخلي هذه يوز ويندوز اوثنتيفيكيشن باش تستعمل الاوثنتيفيكاسيون تاع الويندوز نتاعك، ومن بعد تسمي الباز مثلا سميها توتو. اوكي قال لي توتو اوريدي اكزيست يعني موجود، فسميها اسم اخر مثلا تيست. voilà دونك استناو شوية، فوالا دونك زاد الكونيكسيون جديدة، الكونيكسيون هذه تبونتي ديريكت على السيرفر لوكال دي بي بروجيكت. بالنسبة لي تاب تو عندنا الدوسي هذايا فيه لي تاب، دونك تسيليكسيوني من بعد تكليكي بالدروات اد نيو تيبل، دونك استناو شوية باهي. دونك باش يتحلك ديزاينر هذا، دونك ديزاين لاحظ هنا اللي هو سيليكسيوني ديزاين، وهذا اللي هو الكود. دونك تجي تستعمل لي دو، اما لازم بيان سور تستعمل اللونجاج نتاع الاسكول سيرفر في حالة انك باش تستعمل الكود. اذا كان عندك كود حاضر ديجا بالاسكول سيرفر حاضر، دونك شنو تعمل في عوض ما تعمل الطريقة هذه، تجي لنا كليك بالدروات على التيبل تعمل نيو كويري. نيو كويري مش تحلك الفناتر هذه، الفناتر هذه تكوبي فيها الكود ومن بعد تكليكي على البوتون هذا اكزيكيوت يجينيري لك لي تاب. سينو اذا كان ما عندكش الكود حاضر تولي تصنعه انت، تجي هذه التاب الاولى مثلا، التاب الاولى بيان سور اول حاجه تعملها انك تسميها تعطيه اسم باش تسميها ولا لا في التيبل، لان التيبل تبدلها الاسم تاعها تسميها بار اكزامبل ايتيديون مثلا. جي دونك الاي دي بار ديفو برايمري كي راك تشوف فيه في الكود، بعد مثلا تعطيه نو برينو اتسترا وتعمر على روحك، تعطيه لنا لي فاريابل، تعطيه لي فاريابل كان تحبو نوت نول يعني لازم يكون اوبليغاتوار، دونك هذه ديكوشيها باش يولي كيما هكا نوت نول، شفتها نوت نول يعني ما يقبلش ما ينجمش يكون فارغ، تي اوبليغاتوار الشون هذايا، ولا تحبو يقبل نوت نيول جوست سيليكسيوني يولي عندنا نيول نيول فوالا، وتكمل نفس الطريقة باه. شنو اخر دونك باش تبديت الباز دو دوني يعني تعمل تكليك على ابديت، خاطر انت جوست صنعتو لنا ما مازال ما تزادش، ما زادتش الباز اللي التابل ما زادتش، كليك على ابديت باش يطلع لك الفناتر هذيا، بعد تكليكي على ابديت داتابيز. هلا تحت لنا سكا كريت بريفيو ديسبلاينغ ابديت كريت داتابيز سكريبت قاعد ديزيكوتي فيها تو. هلا كي كمل هنا يطلع لك المسج هذا، بس تثبت بيان سور ترجع كالعادة السيرفر لنا، تكليكي بالدروات على التايتل وتعمل ريفريش باش يرفريشيلك. هلا هذا التابلت اللي هون فيها نو بري نو، هذا فوالا باه. شنو مازال اخر تعمل نفس الشيء باش تصنع تابل اخرى، تكليك على اد نيو تيبل اتسيتيرا، و بعد لنا تابل تيديون مثلا، تابل تيديون تحب تعبيه شنو تعمل، تكليكي عليها بالدروات، بعد تكليكي على شو تيبل داتا يعني باش يشيلك لي دوني نتاع التابل. هلا لاحظ ان الدوني نتاع التابل فارغة، التابل تحط له باغ اكزومبل اي دي ان نو باغ اكزومبل تايب
C'est léger, hein. Voilà. بعد تكليكي اونتري لازمك تكليكي اونتري في الاخر باش تطلع وتنحاو لك الاحمر اللي موجودين لنا هلا اوتوماتيكمون انت تكليكي على اونتري يبديتي لك الباز تعاود مثلا اثنين لنا توتو كوكو شفتم الاحمر هذوما لازم تكليكي اونتري في الاخر بعد ما تكمل هكا اوتوماتيكمون تبعث فوت الباز هلا تاك هذيك هي الحكاية ان شاء الله تكون واضحة فما حاجة كلمت